السلام عليكم متابعين قناة شيوات سعاد إفاتي، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيكة يومية بعصير البرتقال. كما كتعرفوا هذا وقتهم تواجد بكثرة، فعلاش لا ما نستغلوش هاد الكيكة. راه كتجي طالعة وخفيفة وهشيشة، كتذوب في الفم بواحد الصلصة اللي بنينة وكتعطيها واحد المذاق جد مميز. فتبعوا معايا الفيديو حتى الآخر لأن فيه مجموعة ديال النصائح كتساعدكم باش نجح معكم الكيكة وتجيكم طالعة وما تهبط لكمش في الطياب. لعجبكم الفيديو ما تنسوش توصلوا لأكبر عدد من اللايكات، وعلى بركة الله ندوزوا مباشرة لطريقة التحضير. أول حاجة غناخد واحد البول أو جبانة وغندير فيه 4 ديال البيضات متوسطين في الحجم، يكونوا بحرارة المطبخ. من الأفضل البيض يكون بحرارة المطبخ. غنضيف كيس من السكر فانيلا قياس 7.5 الغرام، ثم غنضيف كأس ونصف كأس من السكر. ودائما السكر كيبقى على حسب الذوق، الا بغيتو تنقصو من كميه السكر كيبقى لكم الاختيار. غنضيف واحد الرشه ديال الملح لتصحيح الذوق، وغادي نخلط مزيان بالطراب اليدوي هاد الخليط حتى كيولي بهذا الشكل، يعني كيولي اللون ديالو ابيض. الا بغيتو تستعملوا الطراب الكهربائي كيبقى لكم الاختيار. غنضيف كاس ديال الزيت النباتيه، كنضيفو على دفعات وانا كنخلط نفس الوقت. ومن بعد ما كتختفي الزيت في الخليط، غادي نضيف علبه من الياغورت طبيعي بدون سكر، قياس العلبه هو 110 غرام. من بعد غنضيف معلقه كبيره ديال الخل الابيض، والدور ديال الخل الابيض هو كيخلي الكيك يجي خفيف وما فيهش الريحه ديال البيض. كنخلط مزيان الطراب اليدوي، ثم غنضيف كاس من عصير البرتقال. من الافضل هذا العصير ديال البرتقال يكون بحراره المطبخ. المكونات كلها اللي كنستعملوا في الكيكه خصها تكون بحراره المطبخ باش كينجح معنا الكيك. من بعد ما كنخلط مزيان غنضيف الكاس الاول ديال الدقيق، طبيعه الحال الدقيق راه مغربل، كنضيفو على دفعات، كنضيفو انا كنخلط في نفس الوقت. ثم غنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق، ودائما كنضيفو الدقيق على دفعات. لضفنا دفعه واحده كيهبط لنا البيض وكتهبط لنا الكيكه في الطياب. كنبقى كنضيف وانا كنخلط في نفس الوقت، ثم غنضيف الكاس الثالث وانا كنخلط في نفس الوقت. ومن بعد غادي نضيف كيس ديال الفلون بنكهه الفانيلا، قياس الكيس هو 2.5 غرام. بالنسبه لهذا الفلون كيعطي واحد المذاق زوين للكيكه، يعني كنصحكم ديروا او الفلون ديال الكراميل اللي بغيتوا. عندي هنا 3 الاكياس ديال خميره الحلويات، كل كيس كيوزن 8 غرام. المجموع ديال هاد الاكياس 3 هو 24 غرام. انا درت مول كبير ديال الكيكه، فالا كانت عندكم المول صغير طبيعه الحال غتقسموا هاد المقادير على جوج، غديروا النصف ديال المقادير او الثلث، كيبقى داكشي على حسب المول ديالكم نتوما. كنضيفوا انا كنخلط في نفس الوقت، ثم غنضيف البقية من الكأس الثالث وغادي نخلط. كما كتلاحظوا ضفت 3 ديال الكيسان ديال الدقيق، وغادي نزيد ثلث كأس من الدقيق الأبيض. المجموع ديال الدقيق اللي ضفت لهذا الخليط هو 3 ديال الكيسان وثلث كأس الرابع، 3 الكيسان وثلث كأس الرابع بقياس كأس العنبة. غنخلي لكم المقادير بالغرام مضبوطة في صندوق الوصف. المهم خالد الكيك خصو يكون خفيف كما كتلاحظوا في الصورة. غناخد المول اللي غادي نستعمل الكيك، عندي هنا مول كبير دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الدقيق. الا ما كانش المول كيلصق فبلا ما تحتاجوش تدهنوه. غادي ندير فيه الخليط ديال الكيك، ودائما يعني كقاعده كنعليو يدينا مزيان ملي تنكونوا كنكبوا الخليط ديال الكيك في المول باش كتدخل اكبر كميه من الهواء، باش كتجيكم الكيكه خفيفه ومهويه من الداخل. طبيعه الحال الفرن راه سخون، غنوضع هذا المول ديال الكيكه فوق شي حاجه ثقيله بحال المقله ديال الحرشة، لان غادي نطيبها في الفرن غازي ونخليها على عافيه مهيله حتى كطيب من الفوق ومن التحت، يعني ما كنهبطهاش للتحت بتاتا، كطيب غير فوق العافيه وعلى عافيه قليله. ومن بعد ما كطيب الكيكه غنزولها من المول ما حدها مازال سخونه، وغنوضعها مباشره في الطبق ديال التقديم. وكما كتلاحظوا في الصوره الكيك تيجي طالع، كيجي خفيف وما كيهبطش في الطياب. تبعوا النصائح اللي في الفيديو كلها وغتنجح معكم ان شاء الله الكيكه من اول محاوله. اول حاجه المقادير تكون بحراره المطبخ، ثاني حاجه الدقيق تنديروه على دفعات، وخميره الحلويات كنخليوها دائما حتى الاخير، وضروري تغربلوا الدقيق وخميره الحلويات. بالنسبه للطياب مهم حتى هو بزاف، يعني خليوا هاد الكيكه فوق العافيه على عافيه قليله حتى كطيب من الفوق ومن التحت. وهذا هو الشكل ديالها. غنخليها دابا تبرد مزيان وغندوز نحضر الكريمه ديال البرتقال.
عندي هنا كأس من عصير البرتقال، غنضيف 3 د المعالق كبار من السكر بالنسبه للكميه ديال السكر كتبقى على حسب الذوق، ثم غنضيف كيس من السكر فانيلا، ثم غنضيف معلقه كبيره عامره مزيان مايزينا اللي هو نشا الذره. كنخلط هاد المكونات مزيان وعاد كنوضع الكاسرونه فوق العافيه. من بعد ما كنوضعها فوق العافيه ما كنوقفش من التحرك، يعني النار كنخليها متوسطه وكنبقى نحرك مزيان حتى كتبدا تعقد هاد الكريمه هذه وكتولي بهذا الشكل. مجرد ما يعني كتبقى تبقبق وكتقال غنطفي عليها العافيه وغنضيف لها معلقه صغيره ديال الزبده. انا استعملت هنا الزبده الحيوانيه، الزبده ديال الاكل، الا ما كانتش متوفره عندكم ديروا الزبده ديال العلبه غير على حسب المذاق باش كيجي المذاق ديال الكريمه زوين. وكنخلط مزيان حتى كتذوب هذه الزبده في الكريمه وكتختفي ما كتبقاش باينه. وغناخذ هذه الكريمه ما حدها مازال سخونه غنزين بها الكيكه، يعني الكيكه كنخليوها حتى كتبرد مزيان والكريمه خصها تكون سخونه باش ما تعقدناش وتجمد. وكنزين بهذا الشكل، يعني كناخذ معلقه وكنحاول ما امكن يعني تهبط هذه الكريمه مع الجناب ديال الكيكه باش كتعطي منظر زوين. وغادي نزين بالحبيبات ديال الشكلاط، زينوا باللي متوفر عندكم، زينوا على حسب الذوق ديالكم نتوما. الا بغيتوا ديروا شويه ديال اللوز ايفيلي او شويه ديال الكركاع مهرمش، او ديروا غير خدوا شي برتقاله وحكوا القشره ديالها وديروها من الفوق، او دوائر ديال البرتقال. دائما التزيين كيبقى على حسب داكشي اللي متوفر عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه اللي حضرت معكم، كيكه ديال البرتقال اكثر من رائعه، بواحد الصلصه اللي بنينه فيها واحد الاضافه زوينه ديال الفلون ديال الفاني كتعطيها واحد المذاق زوين زوين بزاف، واحد اللون زوين للكيكه من الداخل. كنتمنى هاد الكيكه تعجبكم وتجربوها، خصوصا دابا حنا الموسم ديال البرتقال وديال المندرين وديال الحامض، فعلاش لا ما تجربوش هاد الكيكه؟ بامكانكم تبدلوا النكهه، الا بغيتوا ديروا نكهه الحامض ديروها او ديروا نكهه ديال المندرين. وفهاد الفيديو انا ذكرت لكم جميع النصائح وجميع يعني الاسرار اللي كتخلي الكيكه تنجح معكم من اول محاوله، غير تبعوا النصائح اللي في الفيديو كلها ان شاء الله غتنجح معكم هذه الكيكه من اول تجربه. نتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، نتمنى هذه الوصفه حتى هي تعجبكم وتجربوها. ولا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، ما تنساونيش من التعاليق الزوينه اللي كتفرحني وكتشجعني. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه مرحبا بكم، وفضلا وليس امرا الا عجبكم المحتوى دعموني باشتراك وفعلوا الجرس باش تبقاو دائما توصلوا بجديد الوصفات. والى اللقاء في فيديو قادم ووصفه اخرى بحول الله تعالى.